وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. تحياتي لك دكتور محمود. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمود، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تهدف في الأصل لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف. أهمية هذه القمة بالنسبة لاقتصادات العالم ليس فقط لمصر ولكن لكل دول العالم. يعني يمكن هذه الدعوة تأتي واحد من أهم المخرجات للمؤتمر الذي عقد في الدولة المصرية كوب 27، والذي كان يتناول يعني معالجة الانبعاثات الكربونية ومحاولة تحول الدول إلى الاقتصاد الأخضر. وحقيقة الأمر يمكن دعوة الدولة المصرية لا يجب اختزالها في مصر فقط، ولكن التعامل مع الدولة المصرية باعتبارها متحدثا باسم الدول النامية بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص. يمكن الدولة المصرية يعني حملت على عاتقها هموم الدول النامية والدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق ب يعني محاولة إقناع الدول المتقدمة بدفع التزاماتها أو تعويضات للدول النامية فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، اللي الدول المتقدمة حقيقة الأمر هي المسؤول الأول والأكبر عن هذا الأمر، وفي محاولة للتحول من الأطر النظرية إلى أطر يعني يمكن تنفيذها على أرض الواقع بخطة زمنية. جاء مؤتمر الكوب 27 ليتحدث عن هذا الأمر، ثم جاءت دعوة الدولة المصرية الآن في هذا الميثاق للحديث عن نظام مالي جديد يتناول القضايا الرئيسية التي تعاني منها الدول النامية، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، يمكن منها الاقتصاد الأخضر ومنها المشكلة المديونية الكبيرة التي تفاقمت بشكل كبير وصل إلى 500% خلال العقدين السابقين. كل هذه الأمور تأتي كمان في ظروف يعني العالم كله يعاني من تداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وكان سابقتها من منذ يعني سنوات أزمة الكوفيد اللي الدول النامية تكبدت فيها يعني أزمات مزدوجة. وبالتالي العالم كله يبحث عن نظام مالي جديد أو كمحاولة للخروج من الأزمة، لأن وجود هذا النظام لا يصب فقط في صالح الدول النامية، ولكن تنمية هذه الدول وتمويلها بشكل أو بآخر يعني يحقق تنمية حتى للدول المتقدمة اللي بتبحث عن إمكانية التعاون أو محاولة توطين الصناعات في هذه الدول. على ذكر نظام مالي جديد، من أهداف هذه القمة هو نظام تجاري حر. إلى أي مدى من الممكن أن يخدم نظام مالي جديد أو نظام تجاري حر على الاقتصادات الدولية لكل دول العالم؟ يعني هنا كل هذه الأطروحات التي تطرح، سواء فكرة حرية التبادل التجاري أو النقطة اللي حضرتك أثرتيها في المقدمة وهي البحث عن نظم ضريبية معينة يمكن من خلالها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويمكن على سبيل المثال ما يطلق عليه ضريبة الكربون، كل هذه في الإطار العام أو في الشكل العام أطر يعني جيدة ويمكن من خلالها يعني تحقيق تنمية. لكن حين تنفيذها يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا التنفيذ سوف تكون له تأثيرات كبيرة على الدول النامية. يعني لما أتحدث عن حرية التبادل التجاري وهي تعني انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بل والأفراد من دولة إلى أخرى دون وجود أي حواجز أو قيود، هذا الأمر إن لم تضع له قيود معينة وضوابط معينة يمكن أن يؤدي إلى زيادة فقر الدول النامية. وبالتالي هذه الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة، ولكن في حال تنفيذها تستلزم مجموعة من الضوابط ومجموعة من التعهدات على الدول المتقدمة أولا حتى يمكن أن تحقق مصالح للجميع. ذات الأمر ينطبق في حال التطبيق النظم الضريبية التي تهدف إلى التحول عن الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، زي ضريبة الكربون اللي بتنفذ في كثير من الدول المتقدمة، لكن تنفيذها في الدول النامية يمكن أن يؤثر على معدل الإنتاج داخل الدول النامية، لكن الأمر يستلزم مجموعة من الضوابط أن تقوم الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها كاملة حول تنمية وتمويل التنمية المستدامة وخلق طاقة نظيفة داخل الدول
النامية أولا ثم بعد ذلك تطبق هذا أو يطبق هذا النظام الطريق. حتى سيأخذنا أن من ضمن أهداف القمة اليوم وهي قمة الميثاق المالي العالمي الجديد هي مساعدة الدول النامية الفقيرة الأكثر تضررا من الاقتصادات العالمية المتردية. هل هذا الحديث هو مثل ما ذكرته منذ قليل عن كيفية مساعدة هذه الدول وكيفية منحها الكثير من الإمكانات حتى تتخطى هذه الأزمة، أم هذا أو هذه نقطة مختلفة عن هذا الكلام؟ يعني يمكن تقسيم هذا الأمر أو هذا الدعم إلى شقين. الشق الأول وهو الشق الأكبر لا أسميه دعما ولا أسميه يعني منحا للدول النامية، وإنما هي تعويضات للدول النامية، خاصة حينما أتحدث عن تمويل الاقتصاد الأخضر. هذا يعني قدر من تعويض الدول النامية عن هذا الأمر. يعني لو أخذنا مثلا على سبيل المثال الدول الإفريقية، الدول الإفريقية نسبة إسهامات الدول الإفريقية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا تتجاوز 3%، لكنها هي المتحمل الأكبر والخاسر الأكبر فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية. إذا فكرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا أستطيع بشكل أو بآخر أن أسميه يعني منحا للدول الإفريقية، وإنما هو تعويضا لهذه الدول عما تكبدته من خسائر لم تكن هي المسؤولة عن هذا الأمر. هذا الشق الأول. الشق الثاني وهو تمويل عملية التنمية داخل الدول النامية، ولا أسميه أيضا منحا لأنه في حالة وقوع هذه الدول على خريطة التنمية هذا سوف يخدم بشكل كبير على اقتصاديات الدول المتقدمة. يعني لو اتكلمت مثلا عن دول نامية لو حصل فيها نوع من تنمية البنية التحتية، البنية التحتية داخل أي دولة نامية يخدم هذا على مصالح الدول المتقدمة، خاصة إذا كانت هناك علاقات تجارية كبيرة، هناك استثمارات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر متبادلة بين الدولتين. وبالتالي كل هذا النظام المالي الجديد لا يمكن اختزاله في أنه لصالح الدول النامية فقط، وإنما لصالح العالم بأسره سواء كان عالما متقدما أو عالما ناميا. دكتور محمود، أيضا في قمة باريس أو قمة الميثاق المالي العالمي الجديد تأتي أهمية احترام المعايير والالتزامات الدولية لحماية الأمن الاقتصادي العالمي. أهمية هذه النقطة تحديدا بالنسبة لاقتصادات الدول العالمية، وأيضا ماذا يعني مصطلح احترام المعايير والالتزامات الدولية بالنسبة لأي اقتصاد؟ يعني يمكن لو أنا نظرت إلى التداعيات الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم الآن وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني مكمن خطورة هذه الأزمة هو أنه تستخدم فيها العقوبات الاقتصادية، واحد من أهم أدوات الصراع، وده سبب أن هذه الأمر أو هذا الصراع أثر على كافة دول العالم وتحديدا على الدول النامية. وبالتالي يعني كنا نناشد منذ فترة طويلة بتجريم استخدام العقوبات الاقتصادية سواء كان سلاح الطاقة أو سلاح الغذاء في أي صراع، قد يكون صراع عسكري أو صراع سياسي ما بين طرفين أو محورين أو حتى دولتين، لأن تداعيات هذا الصراع سوف تلقي بظلالها على كثير من الدول حتى الدول التي لم تدخل في هذا الصراع. وبالتالي إذا كان هناك تعهدات دولية تقتضي احترام هذا الأمر والتعامل معه ووجود يعني ما يمكن أن يؤدي إلى إلزام والتزام هذه الدول بهذه التعهدات، في تخيلي أن هذا الأمر يمكن أن يقلل كثيرا من التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تلقي بظلالها على دول العالم. دكتور محمود، أيضا القمة ستؤكد على بناء المرونة الاقتصادية العالمية، ماذا يعني مصطلح المرونة الاقتصادية العالمية وأهميته؟ يعني المرونة كلمة اقتصاد، التوصيف العلمي لكلمة الاقتصاد المرن هو الاقتصاد القادر على تحمل الصدمات الخارجية. وبالتالي يمكن لو نظرنا إلى الأزمات الاقتصادية الأخيرة ابتداء من الكوفيد مرورا بهذه الأزمة هنجد أن كثير من دول العالم رغم يعني تقدمها ورغم وجود احتياطيات كبيرة في بنوكها المركزية إلا أن اقتصادياتها لم تكن مرنة بشكل أو بآخر، وبالتالي يعني لم تستطيع أن تتحمل أي صدمات خارجية قادمة من الخارج. ويمكن يعني سلسلة الإشادات الدولية للاقتصاد المصري سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وتوصيفه بأنه اقتصادا مرنا، هذا إنما يعبر على أن الاقتصاد المصري كان قادرا وبشكل كبير على التعامل وتحمل الصدمات الخارجية التي تأتي من الخارج. هذا هو ما يعني فكرة أن يكون الاقتصاد لدولة معينة اقتصادا مرنا. دكتور، كما تحدثت منذ قليل عن العقوبات المفروضة على الدول التي
التي تدخل في صراعات كثيرة فيما بينها، لكن هذه العقوبات لم تأتي بأي صدى ولم نرى لها أي قيمة على أرض الواقع، ماذا يعني هذا؟ يعني يمكن لو أخذنا على سبيل المثال في هذا الإطار الأزمة الروسية الأوكرانية، ويمكن لو وصفناها توصيف دقيق، هي أزمة ما بين معسكر غربي ومعسكر شرقي. تستخدم فيه العقوبات الاقتصادية، روسيا تلوح دائما بسلاح الطاقة، هناك تلويحات أخرى باستخدام بعض العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، هناك يعني بعض التصريحات حول استخدام عملة أخرى في تجارة البترول غير الدولار، اعتماد عملة أخرى في التجارة. لكن دون جدوى دكتور محمود، ولم نرى صدى لها على أرض الواقع، ولم تختزل هذه العقوبات مثلا من الحرب. نعم، لكنه استخدام هذه التلويحات وهذه التصريحات، حتى ولو كانت تصريحات فقط، توصل العالم إلى حالة من اللا يقين. بمعنى إيه حالة من اللا يقين؟ بمعنى أن هناك حالة من عدم التأكد، لا يستطيع الإنسان أن يتكهن ما الذي يمكن أن يحدث خلال السنوات القادمة. نعم. وهذا الأمر يضرب الاستثمار في مقتل. نعم. ويمكن واحد من أهم التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة هو انحصار الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي في دول العالم، وتحديدا لو نظرنا إلى التحليلات الاقتصادية حول هذه الأزمة، هنجد أن واحد أو أهم مكمن خطورة في هذا الأمر هي حالة اللا يقين أو حالة عدم التأكد التي تكتنف العالم الآن، والتي أثرت بشكل مباشر على الاستثمارات المتبادلة ما بين الدول. هذا جاء نظرا للتلويحات، باستخدام حتى ولو كانت تلويحات أو تصريحات لم تفعل، لكنها توصل إلى حالة اللا يقين أو عدم التأكد.